بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل: ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له: أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بالمشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له: إن كنت تقصد العرب فقط هذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا: هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم، نقول أيضا جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول اللي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أنه يقول لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل الاختلاف عن الجو السابق. إذن هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خياله.